مع انطلاق اليوم الأول لتطبيق جامعة المنصورة لخطتها في تطعيم طلابها ضد فيروس كورونا، شهدت كلية التربية بجامعة المنصورة إقبالا كبيرا من طلابها اللي اهتموا ان هم يحضروا من اليوم الأول بحيث ان هم يتلقحوا او ياخدوا لقاح كورونا عشان يحافظوا على صحتهم. وكان ده يعني ظاهر بشكل ملحوظ جدا من قبل الطلاب. دلوقتي بنرحب بيه الأستاذ الدكتور محمد حسنين العجمي، عميد كلية التربية بجامعة المنصورة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، أهلا بيكم ومرحبا. حابين نتعرف من حضرتك على الدور اللي بتقوم بيه كلية التربية النهاردة عشان تقدر إن هي تنجح من خطة جامعة المنصورة في تطعيم أكبر عدد ممكن من الطلاب بشكل منظم مع الاحتفاظ على الخطة الموضوعة لتنجز في أسرع وقت ممكن. والله أهلا بك. أولا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. كلية التربية إحدى كليات الجامعة الثمانية عشر بالإضافة للمعهد الصحي. حقيقة كلية التربية بتقدم خدماتها لطلابها وروادها ومنتسبيها. كلية التربية قدمت قرابة يعني لحد الآن يعني طلابها قوامهم 12400 طالب في مرحلة البكالوريوس، وال 12400 طالب دولت على مدار إن شاء الله خلال شهر أو 40 يوم بالضبط، يعني بنحاول نخلصهم في شهر إن شاء الله، يتم تطعيمهم تطعيما كل على يعني من بدايتهم لنهايتهم إن شاء الله، يعني لأن إحنا داخلين على مرحلة المدن الجامعية ومرحلة التدريب الميداني، خاصة وأن طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة التحقوا بالمدارس في التدريب الميداني لمدة يوم واثنين على مدار فصلين دراسيين. بدأنا طبعا بطلاب الاتحاد كاملين اليوم إن شاء الله وخلصناهم، وانتقلنا إلى طلاب الفرقة الرابعة لأنهم التحقوا بالمدارس الفصل الأول، وإن شاء الله بعدهم الفرقة الثالثة لأنهم التحقوا بالمدارس الإعدادية إن شاء الله كمعلمين، يعني طلاب معلمين للتدريب. بعد كده إن شاء الله هيبدأ في يوم إن شاء الله ما نخلص تانية وثالثة ورابعة هيبدأ بسنة أولى، عشان والفرقة الأولى هيتم تطعيمهم أثناء الكشف الطبي الخاص بهم، فهتبقى الأمور مريحة إن شاء الله للطلاب، وندعو الطلاب جميعا إن هم يكون يعني يتزودوا بثقافة ونشر هذه الثقافة في بيئتهم، لأن هم هيبقوا مصدر يعني هدوء ونقل معلومة صحيحة، لأنهم في البداية والنهاية هم معلمون، ومن ثم لما يكونوا معلمون يعني يتم تطعيمهم بالفعل ويختلطوا ببيئاتهم المختلفة هيكونوا مصدر وعي أو مصدر توعوي للبيئة بتاعتهم، ومن ثم هيقبل المحيطين بهم داخل بيئاتهم المختلفة اللي على التطعيم، خاصة وأن كلية التربية إقليمية بمعنى أنها طلابها روادها بيبدأوا من كل مراكز الدقهلية فقط، من بدءا من المطرية وحدودها شمالا حتى المنصورة جنوبا، ومن أقصى حدود بالآس شرقا إلى أقصى حدود السنبلاوين ومنطقة من غربا، بمعنى أنها كل مراكز الدقهلية بيمثلة طلاب داخل كلية التربية. كلية التربية كونها إقليمية يكون طلابها أو يحتم على طلابها أن يكون مصدر للوعي الثقافي الصحيح نحو الوقاية، درهم وقاية خير من قنطار علاج، وخاصة احنا طلاب كلية التربية اذ لم يكن بهذا الدور هم انفسهم فمن هو اهل القيام بهذا الدور. حقيقة كلية التربية بدأت اليوم بتطعيم، هو مفروض ان شاء الله نبدأ بتطعيم المية الاولى خلصت والمية التانية او شكت ان تنتهي، وبدأنا في الارسال المية الثالثة، وقد نستوعب طلاب من 1200 اللي هم ان شاء الله هيتم تطعيمهم على مدار 4 ايام. اللي يجي مثلا من المجموعة التانية او الثالثة اليوم هيطعم. بعض الطلاب افادوا بشهادات التطعيم الخاصة بهم انهم اتطعموا داخل قراهم او مراكزهم، ومن ثم اخذ صورة من شهادة هؤلاء الطلاب ولم يكن حجر عصا، ونسبة محدودة الحمد لله، او يعني هي مش كبيرة بس هم خلاص ما فيش اي مشكلة، اجا بدائل لهم من المجموعة اللي بعدها، بحيث ان كل يوم ان شاء الله نحاول ننهي تطعيم طلابنا ويكون بعد على مدار شهر
ونزيدنا شوية ناخد أسبوع حتى تبدأ الدراسة، وكل يعني محصن ضد هذا الوباء. دعاء على الله أن يحفظنا ويحفظ مصر الغالية من كل مكروه وسوء ومن كل بلاء ومن كل وباء ومن كل ما يعني يؤرق سوء الأخلاق، لأن طلاب كلية التربية منارة للبيئات التي يقنطونها. أهلا بكم بداية ونهاية، ولو مرينا داخل يعني عمليات التطعيم من البداية للنهاية هنجد أن الطلاب موزعون على قاعتين للتطعيم، عندنا طالبات بنسبة 90% وطلاب بنسبة 10%. الطلاب لهم مقر للتطعيم والطالبات لهم مقر آخر للتطعيم. برضو ساعدتنا إدارة الجامعة فعلا إدارة موقفية، في أي وقت متصل بالإدارة بقيادة فعلا الوزير القائد بالدستور أشرف عبد الباسط والسادة النواب بالدستور محمود المليجي والدستور محمد عطية، ودايما شايفهم متابعين لنا وبيدعمونا وبيشدوا من أذرنا، لأن فعلا كلية التربية مع احترامي كليات الجامعة أيضا من كليات الأم والكليات الأربعة الأساسية التي انطلقت منهم جامعة المنصورة. يبدأ في البداية طبعا كان الطالب بيدخل من الطالب من جهادي من الجناح الأيسر وبيلتحق بالعيادة مباشرة بعد أن يتم الأوراق المطلوبة ويقدمها، ثم يسجل، ثم عندنا تسجيل الكمبيوتر، ثم يعطى التطعيم، ثم يحصل على الرقم الشهادة بالتطعيم الطعم الأول. في الناحية الغربية بنجد مدرج 21 وقاعة التطعيم 205، بيتجمع الطلاب في مدرج 21 طالبات، ثم ينتقل 5-5 بعد أن ينهي أوراقهم يتقدم كل طالبة التطعيم، بيتم تطعيمهم والاطمئنان عليهم، ثم توجهوا للخارج مباشرة حتى يأتي غيرهم. حقيقة نظام به إدارة دقيقة، به توجيه أكثر دقة، به إتقان في يعني سرعة ودقة وإتقان. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا هذا المكروه ويذهب عن مصرنا الغالية ويحفظها من كل مكروه وسوء، في ظل القيادة الرشيدة لهذه الدولة الرشيدة، يعني دولة رئيس الوزراء ومعالي رئيس الجمهورية يعني عبد الفتاح السيسي. فعلا قيادة رشيدة نمى عنها قيادات للجامعات أكثر ما شاء الله، يعني بالفعل وزراء للقيادة الموقفية. دعاء إلى الله أن يمتع الجميع بالصحة والسعادة وموفرهم ويحفظ مصر من كل مكروه وسوء. وأهلا بكم مرة تانية، ويريد نتابع مع بعضنا كل هذا حتى يتم تطعيم كافة الطلاب كل التربية. مع انطلاق اليوم الأول لقيام جامعة المنصورة بتطعيم طلابها ضد فيروس كورونا، دلوقتي بنرحب بالأستاذة الدكتورة زبيدة محمد وكيلة كلية تربية بجامعة المنصورة. نحب نتعرف من حضرتك على طبيعة الخطة اللي بتقوم بها جامعة المنصورة لتطعيم طلابها، وقد إيه الخطوة دي مهمة في التوقيت ده. جامعة المنصورة من أهم الجامعات في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط في التقدم العلمي والتكنولوجي والحضاري والاجتماعي على مستوى الشرق الأوسط كله، ودي من أول الجامعات، من أوائل الجامعات التي تسعى إلى تطعيم أبنائها الطلاب جميعهم بلا استثناء في مشروع تطعيم الطلاب. كل يوم في كل كلية 18 كلية بنطعم 300 طالب، على مدى الفترة القادمة بياخد كل يوم عندي الطلاب بيجي 300 طالب بيطعموا في مكانين، مكان عندي للشباب للتطعيم ومكان للبنات للتطعيم، وبنتم بعد التطعيم بنعمل لهم اكسل بنرفعه للسيد نائب رئيس الجامعة معالي رئيس الجامعة، وبدي للطالب حرية في ان بيجي بنزل الكشف للطلاب على مواقع الكلية وعلى صفحة الكلية وعلى جميع الكروبات لمدة أربعة أيام. بنزل الكشوف للأربع أيام وبيجي الطلاب فيها بحيث يجي يطعم عندي الجرعة الأولى. الجرعة الثانية إن شاء الله هتكون بعديها بثلاث أسابيع، بحيث مع بداية العام الدراسي يكون عند الطلاب كلهم اطعموا الجرعتين الأولى والثانية إن شاء الله.
والآن نرحب بالدكتور إبراهيم فرج، مدير عام كلية التربية بجامعة المنصورة. نحب نعرف من حضرتك خطوة زي اللي بتقوم بها جامعة المنصورة دلوقتي عشان تطعم طلابها، جميع طلابها، بلقاح فيروس كورونا. دور زي ده إيه أهميته في التوقيت ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكر حضراتكم جميعا على التغطيه المباشره لهذا الحدث العظيم اللي جامعه المنصوره تحت القياده الرشيده لمعالي الاستاذ الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس الجامعه والساده النواب الاستاذ الدكتور محمد عطيه والاستاذ الدكتور محمود المليجي، طبعا بالمتابعه الدقيقه لعمليه التطعيم الطلبه، ومن حيث اولا رقم واحد اعداد كشوف للطلبه واعلانها وتحديد مواعيد دقيقة لكل طالب وتحديد أماكن انتظار وتحديد أماكن تطعيم محددة لكل طالب. يعني مثلا البنات لهم مكان انتظار منفصل عن البنين، أماكن تطعيم، مكان تطعيم للبنات مختلف عن البنين، لوحات إرشادية منتشرة في كل مكان بهذه الأماكن. كل هذه المعلومات بدقة منتشرة ورفعينها على موقع الكلية الرسمي، نشرنها على صفحة التواصل الاجتماعي الخاص بالكلية، نشرنها بالدعاية والبروشورات اللي منتشرة في الكلية وداخل الجامعة لتسهيل دخول وخروج الطلبة، بالإضافة لفريق اتحاد الطلبة داخل الكلية ومقرري الأسر والدور الكبير بتاعهم بصراحة اللي سهل علينا عملية دخول وخروج الطلاب وعملية التعقيم عشان يسهل على الطاقم الطبي ان هو يعني يعمل عملية التعقيم او يقوم بعملية التطعيم بسهولة ان شاء الله. طبعا ده مهم جدا، مهم جدا دلوقتي، لان طبعا مع دخول الدراسة وال لا قدر الله لو في موجة تانية ولا حاجة، طبعا عملية التطعيم دي هتقلل وهتحجم انتشار الفيروس بإذن الله، ونأمل كل خير ان شاء الله. شكرا لحضرتك.